شيخي احمد ريفاعي وبن عبد الطاهر دايم رمصوم الراي الاهل الاسرار شيخي احمد ريفاعي وبن عبد الطاهر دايم رمصوم الراي الاهل الاسرار شيخي احمد ريفاعي وبن عبد الطاهر دايم رمصوم الراي الشيخ الابدال اهل الهمه العاليه يزي حول الجبال منهم الشيخ العبداري باب النوال خوف الشام وجيرتها وكل ليلة ديار هاي المنصوب الراي الأهل الأسرار شيخ أحمد ريفاعي وبن عبد الطاهر أرض من الدنيا عليها ظلام كهذه الأرض وقسم من الدنيا عليه نور تقلص عنه الظلام فتسلط عليه الضوء وهكذا الضوء يتنقل والظلام يتنقل وكل له كمية عند الله تعالى النور له مساحة يتسلط عليها والظلام كذلك وكل منهما يتحول من حال إلى حال والشمس كما تعلمون عند الغروب يكون لونها حمراء وعند طلوعها كذلك حمراء وفي غير ذلك بيضاء فخالق العالم لا يتغير لأنه لو كان يتغير لكان مثلها مخلوقا مثلها كان يحتاج إلى من أوجده أخرجه من العدم ثم ينقله من حال إلى حال الأنبياء لهم معجزات أمور خارقة للعادة عيسى عليه السلام كان أحيا موتى بعد أن دفن وكان يبرئ الإنسان الذي ولد أعمى من دون عملية من دون إجراء عملية يفتح بصره الكفار الذين كذبوه اليهود هل يستطيعون أن يفعلوا مثل ذلك؟ لا يستطيعون وهكذا نبينا محمد الله أعطاه معجزات لم يستطع الكفار أن يتحدوه فالمهم هو حفظ الإيمان بأن يحفظ لسانه الشخص أن النطق بأي شيء فيه استخفاف بالله أو بدينه أو بأنبيائه أو ملائكته الله الله هايم رمصوم الراي الأهل الأسرار شيخ أحمد ريفا